تحتفظ بقيمته الغذائية. الشركات المشاركة في المعرض قامت بعرض المعدات الحديثة المستخدمة في صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن والصوامع. المعرض واحنا بنهدف ليها برضو ان احنا بالنسبة للمستثمر المصري في قطاع الحبوب او المطاحن بصفة عامة يشوف مدى التكنولوجيا اللي اتطورت بيها بره. جودة اهم عامل في العصر الحديث من مشان يعزز المنافسة بين الشركات ويضبط الجودة، جودة القمح، المواد الخام، جودة المنتجات لحتى المنتج النهائي يطلع في الوجه الامثل. جودة الاجهزة اللي عندك وانها تكون بسعر كويس، فيبتدي السوق المصري يشتري جودة كويسة وسعر كويس، يبتدي يحصل ازدهار لصناعة القمح والدقيق في مصر. تتنافس الشركات المصنعة للمعدات الخاصة بالمطاحن في استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع لضمان تحسين الإنتاجية والحد من إهدار الأقماح خلال مختلف المراحل التي تمر بها، بدءا من التخزين الجيد داخل الصوامع الحديثة. من أرض المعارض بمدينة نصر، علاء منتصر، النيل. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مع اختلاف اتجاهات المستثمرين، لتشهد الأسهم الكبرى والقيادية مكاسب محدودة، بينما واجهت الأسهم الصغيرة والمتوسطة عمليات جني أرباح. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة قدرها 300 مليون جنيه، ليبلغ مستوى 391 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 650 مليون جنيه. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.3%، في حين تراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 54%. أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للبنوك بتأجيل تحصيل مديونيات قطاع السياحة لمدة 3 سنوات للعملاء المنتظمين، وذلك في ضوء تدني نسب الإشغال خلال الشهور الماضية. وأوضح المركزي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحية. افتتح الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة والدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية فعاليات مؤتمر التخطيط من أجل النمو السياحة المصرية 2016، وذلك بحضور قرابة 150 ممثلا لشركات سياحية كبرى وشركات طيران عالمية. وأطلق وزير السياحة إعلان القاهرة السياحي كخطوة جادة نحو تطوير السياحة، حيث يشمل الإعلان عن عدة محاور وهي السياحة الثقافية والأمن وتطوير المنتجعات. إطلاق إعلان القاهرة السياحي والمتعلق بخطط تنمية قطاع السياحة في مصر خلال عام 2016 والأعوام المقبلة هدف المؤتمر الصحفي الذي نظمه وزير السياحة هشام زعزوع، والذي حضره نحو 200 ممثل للقطاعات السياحية من 25 دولة. اتصور انه وجود 150 واحد من 25 بلد طلبنا منهم في فتره قصيره جدا انهم ياتوا لمصر لحضور هذا المؤتمر، في حد ذاته بيعكس اهميه مصر سياحيا في العالم، واحنا عندنا امل كبير انه يحصل انفراجه وبدايه عوده لحركه السياحه خلال الشهور القليله القادمه باذن الله. الأمن والسياحة الثقافية والتعريف بمميزات مصر حول العالم محاور اعلان القاهرة السياحي التي تم مناقشتها خلال المؤتمر. احنا بنمر بأزمة كبيرة جدا، أزمة صعبة، تحديات كبيرة بنمر بيها وقطاع السياحة بيمر بيها. كل هذا الجمع اللي حضرتك شايفاه النهاردة بيتكلم عن ازاي نطلع من هذه الأزمة. وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة السياحة المصرية والإندونيسية. عارف ان اندونيسيا المسافة بعيدة جدا وطيران بعيد فيزورش المنطقة واحدة، فاحنا بنشتغل معهم على حاجتين، الناس اللي بتيجي تعمل عمرة انها ممكن تيجي تزور مصر الاول ثم تروح تعمل عمرة، او الناس اللي بتيجي تزور المنطقة بتزور السعودية ومصر والاردن، السعودية ومصر وبلد تانية. اعلان القاهرة السياحي يشمل على حملات ترويجية مؤثرة على نطاق عالمي واسع الانتشار للتعريف بالمعالم التاريخية المذهلة للحضارة المصرية.
التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر أمر غير مطمئن لكافة الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع، فوجود آليات للخروج من هذا النفق الضيق الخيار الوحيد أمام الجميع، وهذا ما أكد عليه هذا المؤتمر الصحفي الذي وضع مقترحات عدة للخروج من الأزمة. من مقر انعقاد المؤتمر، ولاء الحديني، النيل. حث وزير البترول السعودي علي النعيم المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمية على التكاتف في مواجهة أسوأ هبوط يشهد القطاع في عقود، مبديا ثقته في أن تنامي التأييد لاتفاق لتجميد الإنتاج سيخفف من الزيادة في المعروض العالمي من النفط في الأسواق العالمية. وفي أسواق البترول العالمية تزايدت خسائر النفط إلى أكثر من 4% اليوم بعد تأكيدات لوزير النفط الإيراني بأن بلاده لن تتجه لتجميد إنتاجها لكي تستعيد حصتها السوقية التي خسرتها أثناء العقوبات. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 4.35% إلى $33.09 للبرميل، في حين هبطت عقود الخام الأمريكية 4.91% إلى $31.75 للبرميل. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى شادي وميل لاستكمال نشرتنا الإخبارية. شكرا لك محمد. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أنباء. الرئيس السيسي يبحث قضايا القارة مع رئيس برلمان عموم إفريقيا ويلتقي أمين عام منظمة السياحة العالمية. إسماعيل يلتقي نواب البحيرة ويعرب عن تطلعه إلى تعاون البرلمان مع الحكومة لمواجهة التحديات. السعودية والإمارات تمنعان رعاياهما من السفر من وإلى لبنان لدواع أمنية. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن وزارة الدفاع ستتقدم إلى الكونغرس بخطة لإغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا. وقال أوباما إن معتقل غوانتانامو أثبت أنه لا يدعم الأمن القومي الأمريكي بل يقوضه، كما اتضح أنه له نتائج عكسية على الحرب ضد الإرهاب، إذ تستخدمه العناصر الإرهابية كوسيلة دعائية لتجنيد عناصر جديدة. وأوضح أوباما أن خطته تقضي بنقل نحو 35 محتجزا من المعتقلين المتبقين إلى دول أخرى، كما تدعو إلى تسريع وتيرة مراجعة قضايا باقي المعتقلين لتحديد مدى ضرورة استمرارية اعتقالهم للأمن القومي الأمريكي. سيطرت قوات السلطات الليبية المعترف بها دوليا على منطقة الليثي أبرز معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة بني غازي شرقية ليبيا. وتأتي سيطرة القوات الحكومية على منطقة الليثي في إطار عملية عسكرية بدأت السبت الماضي وحملت اسم دم الشهيد، وتمكنت خلالها القوات بقيادة الفريق خليفة حفتر من استعادة عدة مناطق ومقرات عسكرية في بنغازي. فشل البرلمان الليبي المعترف به دوليا في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة نظرا لنقص النصاب القانوني للجلسة واستخلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها. وأوضح أحد نواب البرلمان أن هناك خلافات بين النواب، حيث أبدت مجموعة من الأعضاء تحفظات على أسماء أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة. من جانبه قال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر إنه موجود في مدينة طبرق للمساعدة فقط وليس للتدخل في قرارات البرلمان. أكد صائب ريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية الدور الذي تقوم به مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية. جاءت تصريحات ريقات عقب لقائه اليوم وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية. ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لتحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات ما ستشهده المرحلة القادمة من جهود وتحركات تقوم بها مصر من أجل بلورة موقف عربي مشترك داعم للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مقترح إقامة مؤتمر دولي للسلام.
خلال الاجتماع التاسع لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات بالجامعة العربية، أكد عريقات أهمية الدعم العربي للقضية الفلسطينية.